مشاهدينا رجعنا لكم وبانضمام جواد اللي دائما يعني نقول عليه يضيف لمسة جميلة وحلوة بمواضيعه وباختياراته للوحات الكاريكاتيرية اللي دائما تحكي عن قصة معينة. يسعد صباحك جواد. يا صباح النور. هلا سيد. صباح الخير جواد. هلا عبد. منورنا اكيد. الله يسعدك. هلا شلونكم؟ يوم احنا لاخرناك ها؟ اي هاي المفروض ضم الهياء. وين تشرب قهوة وتصحصح؟ اه لهيك لهيك بحب اتاخر على طول لانه بحس انه وقتي اغلى من وقت اي حدا. تحس شلون؟ وقتي اغلى من وقت اي حدا فليش انا منتظر؟ خلي الناس تنتظر. نوعا ما هاي انانية؟ لا ابدا لانه انا عندك تكبر غرور. همينا ايضا. حقارة تفاهة يعني. كمل عليها كمل. بلش من بعدين. لا اكيد لا اكيد لا طبعا هي طبيعة ال بالعكس احيانا كثير مرات بيجي مثلا قبل وقت بستمتع بالضيوف يعني الواحد تسمع طبعا بسمع بشوف اي وما شاء الله انك تأبد مجتمعي يعني اذا نتركك ربع ساعه مع ضيف القاك اخذين ارقام بعض وبعد شويه اتصالات يا اخي اجتماعي ما يعجبهم شوف يصير منطوي يقول لك لا بالعكس انا جدا اشجع شوف مين عم يحكي اساس هي مجتمعيه هسه قبل شويه قلت لها تصير وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل تقريبا قبل شويه كنت مو موجود فكان يحكي على اموال النظافه ويمكن هو نفس الموضوع راح ترسمه انت ايضا فقلت له والله يعني المهنه جتي ضربت مثل ما يقولوا براسي يعني وباعتبار عندي برنامج شوف شغلك يركز الضوء على المهن يعني فقلت له هاي المهنه انا حاب انه اشتغلها يعني تعتبر انسانيه يعني فيعني بالعكس شيء حلو انه انت تمثل هيك فئه مهمشه بمجتمعنا العربي والعراقي بصوره خاصه يعني صحيح فقلت له شلون؟ قالت لي مالك علاقه انا اوصلك لهم بدنا نحكي على موضوع الاجتماعيات يعني انه هي مرحبا وصلت الى مرحله ما عرفتي عابر سبيل فهذا هو يعني الموضوع اللي راح نحكي به احنا اليوم عامل النظافه المهمش المهمل غير المحترم اللي ما يقدروا بمجتمعاتنا العربية بالمقارنة بالمجتمعات الأخرى الأجنبية الأوروبية محترم راتبه أعلى من الرواتب طبعا طبعا يعني المدرس وعامل النظافة يعتبر هو من أعلى تصنيفات الرواتب بالدول الأوروبية هذا هو موضوع جميل طبيعة العمل أكيد بتأثر شوف نحن إحنا واصل معنا المرحلة أنه نحن ما نسميه عامل نظافه نسميه زبال زبالي اما نحن الزبالين يعني. احنا اللي بدنا نزبل هنا نحن الزبالين نحن اللي بنزل الزباله على الارض هن اللي عم ينظفوا منه يعني هاي مخالفات بشريه تبعتنا يعني اللي ما لا بالمقابل بتلاقي مثلا وزير او مسؤول بمكان معين مدمر الدنيا تمام مودي الالاف للتشرد والقتل والدمار هذاك محترم وانه الناس تقوم تبوس ايده ورجله وكذا هالقصص بنروح قدام طبعا ايه وبينما نحن ما بنحترم الناس اللي فعلا هي عم تساعدنا ب ب ب بجوانب من حياتنا يعني تخيل انه كثير مرات بتصير ازمات بالمدن لانه العمال النظافي بيعملوا اضرابات اضراب مثل ما صار بلبنان لبنان بلدة صافية انهر من القمامة تمام لانه في لانه العمال النظافه اسم لي هاي الضجه اللي صارت طلعت ريحتك طلعت ريحتك ولها اسم صحيح طلعت ريحتكم كانت اظن طلعت ريحتكم على السياسيين على السياسيين صحيح فنحن لما لازم تبلش يعني هلا نادر ما بتشوف حدا بشكل مباشر بيقول لك والله هذا ما بيعجبني وهي القصص تمام صح يعني كافراد نحن غالبا كافراد ناس مناح بس نصير 10 بنصير قطيع على طول هيك لاحظ هيك يعني طب انت كم مره شفت واحد يعني بوجهك قال انه هذا زباله وبقرف منه وكذا اي ولا مره بكلهم لا يعطوني العافيه يسلم ايديهم ولا طب هاي نظره مجتمعيه وين منين اجت معناته في 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 هاي العقليه القطيع اللي بتسيطر على الجموع باي شيء كان زين اوكي خطيه وما ادري شنو هاي وتبذب بنفس الوقت وين الخطيه بالموضوع مهما صحيح. هو تناقض ان احنا هي كمان من جانب ثاني نحن مناقضين ومنافقين على كيفك يعني ما تفكر انه نحن عم نحكي بشكل عام بصوره عامه طبعا اكيد بصوره عامه الطاغيه بس يعني جواد ما عندنا يعني مواطن يشتغل بهاي الشغله مو من هسه بصراحة يعني من سنوات يعني اعتبروها عيب طبعا البلد اللي يعني وين ما بروح مثلا بشوف انه اهل البلد هن اللي عم نظفوا كثير كثير بتحترم طبعا كثير بيكبروا بعيني تمام انه يخافون على بلدهم تحس طبعا لما بتشوف مثلا انه في يعني هاي مهن مثلا مهن اللي ما بدها خبرات كثير ما بدها
قديش في ناس محتاجة للعمل بدل ما تشحد وبدل ما تسرق وبدل ما طبعا يعني انت بتشوف انه الشحادين بيجوا لعندك هي 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 مو مهنة مثلا الشحاد مو مهنة طبعا تمام يعني وهي هي انا ما بحترم ابدا انه طب انا ان شاء الله يكون 1000 دينار تمام ما انا تعبان لجايبة ليش بتعطيكها بسهولة ليش هذا الشخص بتلاقيه بيقبل على حاله ويمد ايده للناس بس ما بيرضى على حاله أي. ما يقبل اذا تقول احنا نتفق وياك مثلا بالمنطقه تيجي تكنس المنطقه تنظفها ونجمع من المنطقه المبلغ الفلاني ما شنو زبال اي شرفه ما بيسمح له كرامته ما تسمح له طبعا تسمح له انه يمد ايده لك يمد ايده فتبلش القصص انا برايي انه تبلش من إذا يعني خلينا نقول من الحكومات أن تعطي قيمة يعني كتحفيزية لعامل النظافة تمام لما بشوف عامل النظافة هو شخص مثلا مرتب ثيابه نظيفة مثلا دوامه مناسب لجهده المردود المادي منيح مثلا هو عم يركب سيارة موديل وعم عنده أولاده وبناته عم بروح على الجامعات وعم يدرسوا بأحسن الجامعات لأنه مردود المادي منيح بتخيل وقت الناس كمان حتغير نظرتها لأن إحنا ناس كتير كتير تأثر فينا النظر المادي يعني بدليل إنه مثلاً نحن بنعرف فلان حرامي فاسد أول ما يخطب بنت حدا فينا أوه مبروك برافو يفرحون تمام إيه فمع إنه المفروض نحن ناس يعني أغلبيتنا ناس يعني متدينين وبيصلوا وبيصوم وهالقصص جوا تتصور اذا وحده اجى خطبها واحد عامل نظافه اي كنت جايك بهذا الكلام يعني نحن هذول نرضى بالفاسد اللي ديننا واخلاقه المفروض بهالقصه بينما ما نرضى بعامل النظافه اللي المفروض في جمله كل الناس تحكيها مع بابا وماما اول ما يتعلمون النظافه من الايمان أي. عرفت كيف التفاصيل هي فأول شيء عم بسوي الحكومة لازم بلش فيه اهتمام نعم. بالمستوى المعيشي لهالفئة من الناس بعدين لشوي شوي نقدر نغير النظرة المجتمعية لهم كمان ما ننسى الأفكار التطوعية سي لما أنت مثلا لما بدل ما تعمل المعسكرات اللي عم تصير للشباب يعني الأنشطة الشبابية عم نشوفها بالتلفزيون كتير على الفضائيات لما في شباب عم يتطوعوا بكنسوا الارض وبنظفوا الشوارع هي كثير كمان بتغير نظرتنا لها اكيد لها قطاع من العمل أكيد. وبشكل عام انا برايي هذا قطاع كثير محترم ولا فساد فيه بقدر ما فيه فساد دي مستويات اعلى مثلا كم مره بتسمع من دكتور طبيب انت بتروح تعالج عنده وهو بيعطيك دواء غلط يجرب بيك 3-4 انواع لان يضبطوا وياك نوع لا بكون طبتي من حالك الله رحمك طبتي أي. يعني مو من بكون طبعا كمان. الموضوع يعني مناعتك اللي طيبتك تكون جوز يا اما قله خبره يا اما اتفاق مع الصيدليه حتى يمشي الادويه المتراكمه تمام. بالصيدليه كم مره بنشوف اساتذه مدارس هامين طلابهم كم مره بنشوف وزراء ومسؤولين مطنشين شغلهم كم مره بنشوف انه بتعرف يعني من ايام زمان بتلاقي هاي الحدود اللي كانت المفروض هي ضد التهريب وضد انتقال الارهابيين على ابو جنب مفتوحه والى اخره نحن بنحترم هذول عادي ها لا بنحترمهم ونخاف ونهيبهم بس شخص عم هو يعني هو ابسط شيء هو بيده هالمكنس وقاعد عم ينظف الشارع اللي انت عم تمشي فيه اولادك عم يمشي فيه نحن ما بنحترم هذول الاشخاص واللي انت واني وسخنا طبعا فلازم يكون في اعاده نظره واعاده اعتبار بشكل دائم ومستمر لا 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 لها الفئة من القطاع من العمل مهم القطاع من العمل ايه بتذكر مثلا بسوريا صار الاستاذ مسخرة في فترة من فترات صار الاستاذ ايه مدرسة احسن انك عاطل عن عام استاذ المدرسة صار مسخرة صور اساس, حد يجي أساس ايه تمام ايه يعني بناء البلد ليش لانه قبل هلا كان موظف وله راتب معين كان وقتها وين اللي عنده راتب بيعيش ومحترم تمام بلش شوي شوي بيطلعوا بسميه حيتان ولا هوامير ما بعرف بسميه هوامير اي بسميه حيتان بلشوا يبتلعوا الدنيا فهل طبقة من الناس بلشت تتراجع ماديا فصاروا مسخرة انه الاستاذ هو المعتر هو صار الحرامي هو يعني ولد يعني على زعطوط تقول زعطوط صغير طبعا لانه ابوه ابن فلان فينه يضرب الاستاذ والاستاذ لازم يوطي راسه لهالطالب هذا صح
وقيس على ذلك، عرفت كيف؟ عندنا ايضا مو بس في سوريا. لما صار بلش فتحوا المجال للقطاع الخاص على حساب القطاع العام بالتعليم، المدرس ساعته احيانا بتعادل راتب موظف كامل ساعه صح. واحده رجعوا شويه الهيبه للاستاذ، بس شو على حساب تدمير اجيال مظاهر ونظره مجتمع فقط، بس كمضمون ما عندنا تفكير. فنحن كمان يعني هي كلها خدمات للناس، صدقيني اللي عم ينظف الشارع شغله مو اكثر وساخه من طبيب بيشتغل بتعرفي قطاعات الطب. طبعا نحكي بواسير ولا نحكي شغلات ثانيه؟ بس كافي خطيه. انا اقول كافي خطيه يعني هي مقرفه بصراحه، يعني اذا يعني اذا كان طبيب يعني مو بس يعني كمضمون، لأن هو كلامه يفيد. انا برايي المهنه يعني كلامه يفيد، لازم مثلا يصير يجي شخص مسؤول على هؤلاء الناس ينصر هاي الفئه، يعني هو عامل نظافه هذا مغلوب على امره. كل شيء ببلش بالكلمه. اقول لك شيء وبعدين اقول لك بس اذا ما جاء هي صح ما راح تجيب هذا الشخص طبعا. اذا كلامك صح اكو نظره تهدديني؟ لا ابدا، حتى بس تعرف الفرق شنو، انا لا اهدد ولا شيء. وانا اقدر القوه الناعمه. رسمتنا راح تكون عن مقارنه صغيره بين هنا وهناك، هناك وين اي مكان بحترم البني ادمين، يعني خلينا نشوف يهتم بالبني ادمين. عامل نظافة عندهم انه نشوف كيف عم يرموه بورد، يعني بقصدي انه تقدير، هو نعم. تقدير كانوا دا يستقبلون شخص يعني بمقام رفيع معنوي ومادي، يعني بينما نحن عامل نظافة عنا شلون بيرموه ب ما شايفين اكياس قمامه وباحذيه قديمه وما في ادنى احترام للشخص. يعني كثير مرات لما تشوف انه واحد ماشي بسياره فارهه بلاوي زرقاء بتلاقي مسك اي شيء وزته لبرا. قابلت الاربع خمس ايام شفت المشهد. فهي مصيبه بصراحه. الرسمه ببساطه هي مقارنه صغيره بين احترام. لا عاشت ايدك بصراحه، يعني هو هذا المأساة اللي غير تقول لي نرجع غير تقول لي اقول لنفسي يعني لو شو انت ما قلت. جواد تسلم ايدك وكالعاده مبدع ورائع، ونتمنى انه بها الرسائل هذه البسيطه اللي نحاول نوصلها نغير شويه من الواقع السيء اللي احنا دائما ننتقده ونحكي ونحاول نقلد الغرب، او نحاول انه يعني نقول شو وقت نصير مثل اوروبا، بس احنا اي خطوه تجاه اللي يعني ماشيين باوروبا احنا باستثناء طبعا لا احنا رايحين هيك الستايلات والملابس والكذا والهاي احنا اوكي شطار كلش بيه، واي شيء سلبي ناخذه ونطبقه، لكن الاشياء الايجابيه للمجتمعات الغربيه دائما نبتعد عنها وحتى ما نشوفها. يعني ليش نقول غربيه؟ شوف اليابان، شوف ماليزيا، شوف اسيا، يعني طبعا اسيا دول ولو الوقت نفس قارتنا، يعني علما انه اوروبا ما كانت هي هالشكل، طبعا ما كانت تحمم من الاف السنوات متطورين وواصلين وارقى وانظف وكل الامور احنا كنا افضل بها، بس هم ارتقوا واحنا رجعنا لورا. كنا في الماضي احنا من نرتقي بيوم من الايام، يعني ان شاء الله مساوين ودائما بس نحكي يعني اشياء سلبيه، خلينا شوي نكون ايجابيين.